السلام عليكم. للمرة الأولى منذ إعلان إسرائيل حربها على قطاع غزة قبل أكثر من 5 شهور، يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ما يعني أنها المرة الأولى التي تمتنع فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن استعمال حق النقض لتعطيل القرار. وهنا بيت القصيد. تطورات شكلت في الفضاء السياسي الإقليمي والدولي سحابة من الأسئلة بشأن حقيقة الموقف الدولي من الحرب على غزة، وإذا ما حصل انقلاب في هذا الموقف بعد تعنت إسرائيلي طويل ضد كل نداءات وقف القتل وتسهيل دخول المساعدات الجوعى الذين تحاصرهم في أرجاء قطاع غزة. قرار مجلس الأمن وأبعاده السياسية محور حديث هذه الحلقة من حديث العرب التي تأتيكم تفاصيلها بعد متابعة التقرير. يراه البعض تحولاً كبيراً في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، بينما يراه آخرون مجرد ذر أمريكي للرماد في العيون. قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف لإطلاق النار في غزة فوراً خلال شهر رمضان، وإطلاق سراح من سماهم القرار بالرهائن من الجانبين، بما يؤدي إلى إقرار وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. نجاح مجلس الأمن في تمرير القرار جاء مدفوعاً بتغير نسبي في الموقف الأمريكي إزاء كيان الاحتلال، إذ امتنعت واشنطن عن التصويت ولم تستخدم الفيتو لإجهاض القرار كما فعلت منذ بداية الحرب، ما يعكس قدراً من تعارض وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية، وكذلك بشأن أوضاع المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. بيد أن واشنطن حاولت في الوقت ذاته تفريغ القرار من مضمونه حين أكدت أن القرار غير ملزم، ناهيك عن تأكيدها عدم تغيير سياستها الداعمة لإسرائيل، ما يرجح معه كثير من المراقبين أن القرار لن يجد سبيلاً إلى التنفيذ على الأرض في ظل التعنت الصهيوني والدعم الأمريكي للاحتلال. رغم ذلك فإن القرار يأتي في سياق تحولات دولية عديدة تنذر بعزلة سياسية لكيان الاحتلال بعدما ارتكبه في غزة من جرائم ولا يزال، ولعل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب توضح الصورة أكثر. فترامب الجمهوري المعروف بدعمه اللامتناهي لإسرائيل يحذر تل أبيب من فقدان الدعم الدولي، ويدعوها إلى إنهاء الحرب والمضي قدماً في عملية السلام، ما يعني أن الخلاف مع واشنطن بات يشمل الديمقراطيين والجمهوريين كذلك. وبحسب محللين فإن القرار الدولي سيراكم أوضاعاً قانونية بدأت تتشكل في محكمة العدل الدولية، وربما تلحقه أخرى في الجنائية الدولية، بما قد يؤسس في المدى المتوسط لعزل كيان الاحتلال سياسياً وإخضاعه ربما لاتفاقات أكثر إنصافاً للحق الفلسطيني كنتيجة لفشله في حرب غزة. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مأمون أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الإسرائيلي، وعبر زوم كل من ماجد الزير الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية وهو معنا من برلين، ومن ستوكهولم عدنان أبو شقرة الصحفي الفلسطيني. أهلا بالجمع الكريم بالاستوديو. نبدأ سيد عامر، نريد قراءتك السياسية لهذا القرار في السياق والتوقيت والتفاعلات التي في سياقها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهدين هذه القناة الأكارم، وكل عام وأنتم بخير، والرحمة لشهداء شعبنا الفلسطيني، وإن شاء الله يكون هذا شهر ويعني يكون نهاية العدوان فيه. حقيقة
هذا القرار يعني نقول يمكن القول أنه تقدم خطوة إلى الأمام باتجاه وقف إطلاق النار، لكنها خطوة قصيرة أو صغيرة جدا وليست كافية ولن تغير المعادلة. وأهم نقطة في هذا الموضوع أن الإدارة الأمريكية مرت المشروع لكنها منعت من تنفيذه، بمعنى أنها قالت أن هذا القرار هو قرار أمم متحدة لكنه غير ملزم، أي أن لإسرائيل بإمكانها ألا تنفذ القرار. وهذا طبعا من الناحية القانونية هي مسألة قانونية في قوانين مجلس الأمن، يعني النص لم يتطرق إلى الإجراءات العقابية في حال عدم تنفيذ القرار، وبالتالي هو يخضع للبند السادس ولا يخضع للبند السابع. مع أن المادة 25 تقول أنه في قرارات الأمم المتحدة أن كل قرارات الأمم المتحدة ملزمة، فهو ملزم ضمنا لكن إجرائيا أن يجب أن يتحرك الطرفين لكن بدون أن يدخل أطراف خارجية لفرضه بهذه الصيغة القانونية أو الصيغة الدبلوماسية التي يتحرك بها مجلس الأمن يعني. وهذا طبعا هو مخرج لواشنطن من الأزمة الموجودة حاليا، وهي قضية أن المجتمع الدولي بات يدرك الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وهناك إجماع دولي، لذلك واشنطن تجنبت أن تصطدم بالإجماع الدولي لكنها لم تكن معه، ومع أن هذا الإجماع الدولي لا يفيد بدون أن تكون واشنطن جزء منه، وبالتالي عدم يعني هذا الإجماع الدولي بدون أن يكون هناك أدوات للتنفيذ والفرض الإجراءات يعني سيبقى قرارا صما صم، لا يعني لا ليس لديه القدرة على التنفيذ أو التحريك المشهد السياسي. وهنا المعضلة يعني، وهذا موجودة طبعا الموقف الأمريكي له أسبابه، لكن قبل الموقف الأمريكي عدم اندراج هذا القرار ضمن البند السابع أو تخليصه من أي قوة إلزامية برأيك يفرغه من أي قيمة حقيقية؟ هو يفرغ من القيمة العملية، لكن القيمة المعنوية مهمة جدا يعني في هذا الصراع. هو صراع جزئين، في جزء تكتيكي ميداني الآن يجري على الأرض، يعني الاحتلال يسيطر على أجزاء ويحقق إنجازات هنا أو هناك، والمقاومة تتصدى وتوجع الاحتلال وتؤلم في ضربات هنا وهناك، ومعادلة الصمود الشعبي الرهيبة يعني التي فاقت كل خيال، شعب يصدى لكل أنواع يعني أنواع الإرهاب، القتل، تدمير، إبادة، تجويع، أمراض، صار لا يعني التخويف المستمر، كل هذا كل ما يعاني أي ممكن يعاني إنسان يجده الشعب الفلسطيني. وأنا يحضرني هنا مقولة وهي المناسبة قناة عراقية، ما قاله الحجاج لأهل العراق أن هذا العام أو هذه الأعوام لم تأتيكم مرض الطاعون، فقالوا إن الله أرحم علينا أن يجمع علينا الطاعون والحجاج. نعم. لكن أين الحجاج من جرائم نتنياهو وعصاباته؟ طيب. من تدمير وقتل، إذا حسبنا فمجتمع الشعب الفلسطيني لا يعاني لم يعني معاناة لا يعانيها شعب في العالم لا حديثا ولا قديما. هذا أصعب يعني اختبار، وهذا بشهادات كل خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين في بعد منذ الحرب العالمية الثانية، إذا يعني دخلنا من الحرب العالمية الثانية، وبالتالي يعني لماذا الحرب العالمية الثانية؟ لأنه هذا وثقت فيه قوانين حقوق الإنسان، إذا بيحدث هذا الأمر في ظل هذه القوانين والنظام الدولي فماذا فبالك في العصور السابقة. لذلك يعني هذا المشهد، لكن يعني أنت أتوقف عفوا أستاذ مأمون، يعني أنت ذكرته في مستهل حديثك بأنه خطوة صغيرة إلى الأمام، أريد أن أتوقف مع قضية صغيرة لأسأل السيد ماجد لو أذنت لي في برلين. يعني هنا السيد مأمون وصف بأن هذا القرار خطوة صغيرة إلى الأمام وقصرها على الناحية المعنوية، أريد أن أسألك إذا ما كان هذا القرار يندرج في ضمن سياسات الغرب في تغيير السلوك الإسرائيلي في غزة بما يؤدي إلى تقليل عدد القتلى المدنيين وتسهيل دخول المساعدات أكثر منه موقف حقيقي باعتباراته السياسية والاستراتيجية.
وللضيفان الكريمين وللجمهور، أهلا وسهلا. ورحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا في قطاع غزة ولشعبنا الفلسطيني. أنا أرى في القرار خطوة جادة مهمة يبنى عليها، وهي تمثل تحولا نوعيا بالدبلوماسية العالمية والواقع السياسي، ولها انعكاساتها في الضغط وعزل دولة الاحتلال في المحيط العالمي، في تضييق الخناق عليها، في طور وقف العدوان. ويمكن أن يبنى عليها بالفعل السياسي. لا ننسى أن الذين صوتوا هم دول، فبالتالي بالبعد القطري كل دولة تلزم نفسها، وهذه الدول فيها دول أوروبية وازنة وهي حليفة لأمريكا، وفي اليابان إذا شاهدت تركيبة التصويت من قبل الدول، وهذا يعطي زخما للشارع الذي يضغط على دولة الاحتلال ويبنى عليه بالبعد الاستراتيجي. لا شك أنه خطوة ليست كافية بالتأكيد، يعني لأنه الفصل السادس غير الفصل السابع، وأعتقد أنه الهروب للفصل طب السادس سيد تجنب. ماجد، سيد ماجد، لماذا في المقلب الآخر؟ يعني أنت قلت بأنه خطوة لتعميق دور الشعوب في الضغط على هذه الدول، إذا ما قرأناه من زاوية أخرى، لماذا لا يكون تخدير لهذه الشعوب بأنه صدر قرار يطلب من إسرائيل وقف القتل والقصف والتدمير إلى آخره في غزة، وهذا قد يكون حقن التهدئة للشعوب الثائرة أو للثائرين من هذه الشعوب الغربية؟ لو رصدت حضرتك بشكل فردي قرارات الدول القطرية باتجاه وقف الدعم العسكري، باتجاه إعادة موضوع المساعدات للأنوروا، هذه الدول المتمترسة بالمعسكر الأمريكي، ثم شاهدت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي قمته في 20 من الشهر الماضي، الشهر الحالي، وما صدر عليه من قرارات، لو شاهدت حضرتك أن في مضمون القرار أمريكا عللت عدم تصويتها بأنه لم يدين المقاومة، فبالتالي العالم بأجمع عندما يأتي ويصطف حتى يمر القرار لا يدين المقاومة بفعلها، وما يسمى بجريمة بين قوسين السابع من أكتوبر. هذا كله تغيير حقيقي يمكن أن يبنى عليه بالدبلوماسية. هنا في أوروبا يعني في 3 محطات خلال أسبوع دولية، قرار مجلس الأمن 27-28، ثم قمة الاتحاد الأوروبي في 20 من الشهر هذا، ثم انعقاد مجلس حقوق الإنسان وما قالته المقررة الأهم، الشخصية الأهم في التقرير، ماذا يحدث بفلسطين، فرانشيسكا البنايز في تقريرها المهم. هذه الحزمة خلال أسبوع، نعم تحول مهم، وهذا معناه أن الجرائم التي تحدث والإبادة الجماعية عندما يعني يصطف الأوروبيين ويؤكدوا على إلزامية محكمة لاهاي ب 26 يناير وضرورة تطبيقها، هذا معناه يضيق الخناق على الطرف الثالث بين قوسين الذي يدعم دولة الاحتلال ضمن المحيط. هي معادلة الجرائم التي ارتكبت في غزة هي منظومة وليست فقط دولة الاحتلال، هذه المنظومة لها امتداد عالمي، هذا الامتداد العالمي يأتي ضمن تحرك وضمن تفاعل مع الشارع، تفاعل مع الدبلوماسية، تفاعل مع القانون. عندما الآن في 9 إبريل ألمانيا تسحبها نيكاراغوا إلى محكمة العدل الدولية بنفس مشهد جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال، هذا كله يحسب حسابه، وخاصة أنه عندما تجرم الدولة يجرم السياسي الذي أخذ قرار، لأن الموضوع فيه لبعد رسمي ولبعد شخصي ويعني في هذا المجال. فبالتالي نحن نبحث عن ربع الفرصة، نبحث عن ما يمكن أن يكون تقدم لا يوقف العدوان الآن، لأنه في النهاية البند السابع يعني التدابير التنفيذية، القرارات في مجلس الأمن ملزمة بالمعنى السياسي، ولكن الخطوة الأولى في تنفيذها على الأرض ضمن المنظومة الدولية تحتاج إلى إسناد في هذا الجانب. نذكر أنه الأمين العام للأمم المتحدة فعل البند السابع وأطلقه، ولكن وذهبنا ما بعد محكمة لاهاي وذهب إلى مجلس الأمن ضمن وقدم لخطابه الشهير في هذا، ولكن ينعت
بأنه معادل إسلامية من قبل بن غفير وسموتريتش، وتنعت فرانسيسكا ألبانيز بأنها معادلة إسلامية وتلاحق، لأنه هناك تقدم في المنصات الدولية، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أن نبني عليها ضمن هذا الموضوع. واضح أنه في هستيريا. البناء عليه ربما بعد الفاصل سنتحدث عن هذا الأمر، لكن لو أتحول إلى ستوكهولم لأسأل السيد عدنان، هل هذا الحديث عن الذي يعني عظم من 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 قيمة هذا القرار السيد ماجد في برلين، والخطوة المهمة وإن كانت صغيرة كما قال السيد مأمون في الاستوديو، هل يمكن أن نتحدث الآن عن تحول حقيقي في الموقف الغربي من الحرب على غزة بعد طول أمد من مناصرة إسرائيل على طول الخط؟ بداية تحياتي لك أستاذ جهاد ولضيفيك الكريمين. أهلاً وسهلاً. وللمشاهدين، الرحمة لشهداء فلسطين والعافية لجرحى فلسطين والحرية لأسرى فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين. أنا أظن أنه لو اطلعنا على هذا القرار بداية، يعني لو قرأنا ماذا نص القرار، القرار قال يطالب بوقف إطلاق النار في خلال فترة رمضان، طالب بإطلاق الرهائن كما سميته حضرتك أو تحدث عنها القرار، وبنفس الوقت قال ضرورة إدخال المساعدات. نحن نعرف من لا يريد، من هو الذي لا يريد إدخال المساعدات. فلو عدنا إلى القرار ومن ثم نناقش هل فعلا هذا القرار هو تحول نوعي أم هو على الأقل هو خطوة شكلية في هذا الموضوع. يعني القرار تحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار ولم يتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار، ولم يقل حتى بأنه ممكن أن يكون أرضية لوقف دائم لإطلاق النار، قال هو وقف ثابت يحاول أن يثبت وقف إطلاق النار. هذه القضية الأولى. القضية الثانية في هذا القرار وخطورته، عندما يطالب بإطلاق جميع الرهائن هو يريد أن يسحب ورقة مهمة من يد المقاومة الفلسطينية، ألا وهي الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية والتي تستطيع أن تفاوض عليهم. هذا القرار لم يدن الاحتلال الصهيوني ولا بأي شكل من الأشكال. هذا القرار لم يطالب بإعادة المهجرين في قطاع غزة إلى مناطقهم. هذا القرار صحيح هو أثبت عزلة الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا هو ديدان الموضوع دائما في الأمم المتحدة. يعني نحن شاهدنا العديد من القرارات كانت جميع دول العالم تقف فيها مع القرارات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن تبقى أمريكا وإسرائيل وميكرونيزيا وبعض الدول التي لا يس لها تأثير. يجب أن لا ننسى عندما نتحدث عن القرارات الدولية، يعني الكيان الصهيوني أنشئ بقرار من الأمم المتحدة، وعندما أعلنوا دولتهم أعلنوا كيانهم رفضوا تطبيق الجزء الآخر ألا وهو إقامة دولة فلسطينية وتدويل القدس، حتى عندما وافقوا على قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهذا أدى فيما بعد إلى قرار مجلس الأمن الذي تحدث عن قبول دولة الكيان كعضو في الأمم المتحدة بعد أن اشترط عليها أن تنفذ القرار، قرار التقسيم وقرار حق العودة. يعني نحن نعرف أنه منذ العام 1967 هناك القرار 242 الذي يطالب الكيان الصهيوني من الانسحاب من الأراضي التي احتلها، ولا زال هذا الاحتلال موجود. النقطة الوحيدة التي أنا أراها أنها مهمة وممكن أن يبنى عليها هي أنه على الأقل تم عزل هذا الكيان كما تفضل ضيفاك بشكل كبير جدا، إلى درجة أن بن غفير بدأ يتحدث أن إسرائيل بدأت تبدو كأنها دولة معزولة. ولكن الأستاذ ماجد تحدث عن قضية وأظن أنها مهمة جدا إذا بنينا عليها. ليس بالضرورة أن نذهب دائما إلى الأمم المتحدة وننتظر أن الولايات المتحدة تعطينا. يعني الولايات المتحدة منذ البداية قالت أن هذا القرار ليس له تأثير، وأننا سنستمر في دعم الكيان الصهيوني ونرسل السلاح وسنتساعد مع بعض لكيفية الدخول إلى رفح. ولكن العمل على الدول كدول منفردة، كل دولة بدولتها. يعني نحن لاحظنا أن الأستراليين رفعوا دعوة على رئيس الوزراء هناك بتهمة ارتكاب الحرب، جرائم حرب. نحن رأينا أن نيكاراغوا تريد أن تجلب ألمانيا كذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهناك الكثير مما يفعل على هذا الصعيد، أي أن يكون هناك عمل حتى لو من دول
يعني دول هي بنفسها تقوم بهذا العمل، كما قامت جنوب إفريقيا برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية. نعم. في هذا الخصوص. لكن وصلنا إلى الحديث عن مدى إمكانية البناء على هذا القرار الذي صدر أخيرا من مجلس الأمن في الوصول إلى وقف سواء كان مؤقتا أو حتى ثابتا ومستديما للقتال والقصف في غزة، هو ما نبحثه بعد فاصل قصير. قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آذارا وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن قرار مجلس الأمن وأبعاده السياسية وفرص وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنقاذ أهلها. هنا في الاستوديو سيد مأمون، كيف يمكن البناء على هذا القرار لتوفير أجواء سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار إسرائيل على وقف حمام الدم وإنقاذ أهل غزة؟ حقيقة يعني هذا القرار هو بمجمله سياسي وليس قرار تنفيذي. وحتى يتحول لقرار تنفيذي تحتاج إلى قوة ضغط فاعلة تؤثر على من هو بإمكانه أن يحول هذا القرار من قرار من صيغة نظرية أو ينتج قرار جديد لحالة يعني حالة تنفيذية أو حتى بدون قرار يعني. نعم. وهذا حتى الآن مفقود يعني في الساحة. الكتلة العربية والإسلامية الوازنة القادرة على ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية يعني مفقودة. هناك عدة دول مركزية قادرة على أن لو أحدثت يعني تكتلا فيما بينها للضغط على واشنطن أعتقد أنها ستؤثر على القرار. يعني لو تحدثنا الجزائر، مصر، تركيا، السعودية، الإمارات، إيران، باكستان، إندونيسيا، ماليزيا، هذه الدول الكبرى يعني قادرة أن تكون يعني فاعلة وضاغط على واشنطن. لكن لحتى الآن كل يعمل الإرادة تحتاج إلى الإرادة. نعم يعني ليس مش مطلوب منهم غير مطلوب منهم أن يتحركوا بقوة مسلحة أو قوة عسكرية. أعتقد أنا في قناعتي الشخصية إنه حراك السماح بحراك شعبي في هذه البلدان قوي وفاعل سيثير قلق واشنطن ويجبرها للتحرك. مش مطلوب منهم لا تحريك جيوش ولا تحريك ولا دفع بقوات ولا قطع علاقات ولا غير. مطلوب منهم فقط لو تحركت الجماهير في الشارع العربي وظهر أنها الشارع العربي والإسلامي يعج بحالة من الغضب والاستياء على ما يحدث في غزة وفلسطين بشكل عام. نعم. أعتقد أن هذا سيجعلهم يفكروا مليا يعيدوا
صياغة التفكير. هي أحيانا المشهد ليس بالضرورة يعني القوة الأخلاقية أو القوة يعني أن يشعر الكل يشعر أن هناك 2 مليار مسلم ربع العالم أو أكثر من ربع العالم حوالي 30%، هذول قادرين على أن يحدث تغيرات يعني هزة كبيرة في العالم. عندما يكون الصورة الأمريكية والأوروبية مهزوزة في هذه المناطق، العالم كله يعني هذه الدول صانعة القرار السياسي المؤثر على إسرائيل ستعيد حساباتها من جديد. لكن إذا بقيت حالة السكون كما هي لن يحدث شيء. الشيء الآخر يعني وهو المستبعد أكثر وهو المكلف أكثر، أن تطور الأحداث في المنطقة إلى مواجهة إقليمية، وهذا طبعا يعني له تكلفات وحساباته ربما يحدث، وهذا ضد مزاج الجميع فيما يبدو إقليميا ودوليا. هو يعني هذا ما يخيف أمريكا، يعني هو يخيف أمريكا أكثر بكثير، لأنه قريب ممكن أن يحدث. يعني الاحتكاكات الموجودة في شمال في 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 شمال فلسطين، في جنوب لبنان أو في اليمن، يعني حدث عرضي ممكن أن يفجر أزمة كبيرة. نعم. ويدفع نذكر ما حدث في قصف الموقع الأمريكي في لبنان. طيب. في الأردن قتل 3 جنود أمريكان وأصيب حوالي 30. نعم. آخرين. هذا أدى إلى رفع حالة التوتر بشكل كبير، لكن لم يعد هناك قصف على الأمريكيين بعد هذا الحادث. أنا لو أذنت لي أن نبقى مثلا في الموضوع الأوروبي، أنت تحدثت عن مقاربتك بأن التحرك في الدول العربية قد يثمر، لكن أسأل السيد ماجد عن موضوع عندما يفرغ قرار مجلس الأمن من قوته الإلزامية، تنزع أي قوة مخلبية عنه، برأيك هذا يدفعنا إلى السؤال عن ماذا يريد الغربيون والأوروبيون من جملتهم، ماذا يريدون من وقف من هذا القرار؟ هل يريدون وقف إطلاق النار مشروط أم مجرد وقف إطلاق النار مؤقت يلملم الأوضاع؟ ما الذي يريده الغربيون تحديدا؟ في وجهة نظري أستاذ زهاد أن المؤسسات الدولية القرارات الجمعية فيها هو تراكم للتفاعل لكل دولة قطرية على حدة في حساباتها السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وعالم الأخلاقيات للأسف أشياء في السياسة منسوبه مش مرتفع عن سطح الأرض، وهنا مع عوامل عديدة تجعل من المطالبة بوقف إطلاق النار مطلب أصبح عالمي لحسابات ليس بالضرورة أن تكون شفقة على الفلسطينيين. هناك استحقاقات محلية الآن في أمريكا، يريد بايدن أن يرفع ملف غزة سريعا على الطاولة بين يدي نوفمبر واستحقاق انتخابات 2024. الأوروبيين في عندهم استحقاق في بعد يعني بالشهرين وأكثر في 9 يونيو وتأثيره في أحزاب الآن انطلقت لانتخابات الاتحاد الأوروبي رابطة نفسها بفلسطين علنا هنا في ألمانيا، ثم ضغط الشارع بشكل حقيقي ومستمر بهذا الجانب، ثم تأثيرات ذلك بالمستوى الإقليمي وعدم قدرة دولة الاحتلال وجيشها على حسم هذا الموضوع، وما في أفق للحسم وصمود الشعب الفلسطيني في هذا الجانب، فأصبح بالبعد الميداني الملف مستمر وأثاره على هذه الدول أثار حقيقية، ولذلك بدأت تتزحزح بشكل علمي، وأصبحت هناك أطراف بعيدة تدخل على الخط بين قوسين بعيدة جغرافيا والأصل لأنه الذي يتحرك العالم العربي جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية في المنصات الدولية العدلية، هذه كلياتها والأصوات مرتفعة تشكل شيء من الضغط والمادة للضغط على هؤلاء السياسيين، بدأت ترى تفعيله عشرات القرارات في 20 مارس في أوروبا بالتفصيل فيما يتعلق بعنوان غزة وملف غزة بشيء من، ثم ألزموا أنفسهم بمحكمة لاهاي وهم المدانون فيما يتعلق بالدعم العسكري، فبالتالي تحريك هذه الملفات ضدهم مخيف فإزاحة هذا البعد. فالمطالبة حتى لو المؤقتة لوقف إطلاق النار دون إدانة المقاومة والمطالبة بإدخال المساعدات وإعادة دوران الحياة وشريان الحياة لوكالة الأنوروا في المساعدات الإنسانية، هذه كلها ما تفسر هذا وما يفسر أننا نحتاج مثل هذه الإزاحة، ليست هي المطلوبة حتما ولكنها بين بعيد 7 أكتوبر في 3 توقفات أمريكية بالفيتو ثم ينتقل إلى
بشيء من الثقة من مندوبة أمريكا بالامتناع أمام كل هذا الضغط الإسرائيلي. بلا شك أنه إحنا في حالة تحول علينا أن نبني عليها. ما الذي يعوق مثل هذا دائما وأبدا؟ الموقف العربي والحاضنة العربية الرسمية التي ضمن أخلاقيات السياسة لم تضرب دموعها على 32 ألف شهيد، وما زالت اتفاقات 5 اتفاقات يعني صلح مع دولة الاحتلال صامدة حتى فيش يعني ما يمكن أن يكون التهديد الحقيقي بإزالتها. هذا كلياته لا شك أنه إحنا أمام مرحلة جديدة ممكن أن تدفع الأوروبيين أكثر وأكثر باتجاه تغيير مواقف وحتى العالم الحر. فلا شك أننا أمام يعني مأزق في الوقف الفوري، ولكن على المستوى المتوسط لا شك أن هناك مكاسب استراتيجية علينا أن نبني عليها في الاستثمار. هذه المكاسب الاستراتيجية سيد عدنان في ستوكهولم، الآن نحن أمام تطورات متسارعة، وواضح أن الأوروبيين لم يعودوا يمتلكون الحماسة التي كانوا يمتلكونها في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. من الجهة الفلسطينية أو العربية أو حتى المسلمة المؤهلة لاستثمار هذه المكاسب في وتوظيفها في سياق لجم إسرائيل عن آلة الحرب التي تفتك بأهل غزة برأيك؟ لو بدأنا من الجانب الفلسطيني، الكارثة التي نعاني منها نحن كفلسطينيين أن هناك سلطة موجودة في رام الله تتصرف كأنما يجري في غزة يجري على كوكب المريخ. يعني كان المفروض منذ البداية، منذ أول يوم في العدوان، أن تدعي هذه السلطة جميع الفصائل الفلسطينية وتقول سنشكل حكومة وحدة وطنية ونتكلم مع المجتمع الدولي بصوت واحد بأننا لن نقبل بعد اليوم أن يملى علينا ما يملى علينا حسب اتفاقية أوسلو. يعني هذا كان أقل الواجب على الأقل من قبل السلطة الفلسطينية، أن تتحرر من قضية التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، أن لا تمنع المجاهدين في الضفة الغربية من أن يساهموا في معركة طوفان الأقصى. فعندنا أول مشكلة هي الجانب الفلسطيني الذي لا زال متشبثا، كما ذكر الأستاذ ماجد أخي ماجد أن العرب متشبثين باتفاقية سلام. الكيان الصهيوني بالأساس هو لم يحترم أي اتفاقية، لا احترم اتفاقياته مع الجانب المصري، ونحن نتذكر كم سنة فاوض من أجل طابة، وكذلك مع الجانب الأردني ويهدده بالمياه دائما، واتفاقية أوسلو التي لا زالت بعدها في البداية. هذا على الجانب الفلسطيني. يعني المطلوب فلسطينيا فعلا أن يتم هناك تحرك وأن نقاتل بجبهة واحدة. الكيان الصهيوني رغم كل الخلافات الموجودة لديه شكل حكومة حرب، يعني كان المفروض أن يكون لدينا كذلك نحن الفلسطينيين حكومة حرب. أما الجانب العربي، يعني الحقيقة نحن دائما نتحدث عن النظام العربي، ولكن أنا أسأل أين العرب؟ يعني أين الجماهير العربية؟ أنت لاحظت وكما ذكر أخي ماجد أن المظاهرات في أوروبا هي يومية، في كثير من الدول هي يومية، بينما عندنا في الدول العربية ممكن أن تخرج ومن ثم تختفي ثم تخرج ثم تختفي، وكأن شيئا أنه يكفي أن نخرج في مظاهرة. في بعض الدول العربية الخروج في تظاهرة من أجل غزة الآن يعد مغامرة في بعض الدول العربية. أنا سؤالي لجميع هؤلاء العرب، هم ماذا سيخسروا؟ هم يعيشوا تحت أنظمة قمعية، يعيشوا في أسوأ الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، ماذا يخسروا؟ يعني كما قال لينين للعمال، أنتم لن تخسروا إلا السلاسل التي تربطكم. يعني إذا كان الشعب العربي عندما يذبح الفلسطيني ويبات أمامه ولا يتحرك متى يتحرك. يعني أنا صحيح أفهم أن هناك جزء بعد انتكاسة الربيع العربي، أن هناك جزء من الشعوب العربية لا تريد أن تخرج، ولكن الدور قادم عليها. الكيان الصهيوني هو لا يقاتل الفلسطيني فقط لوجود الفلسطيني بجانبه. الفلسطيني هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي. الصهيوني عندما إذا
حاول تهجير أهل غزة إلى مصر سيتأثر الأمن القومي المصري، وإذا هجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن سيتأثر الأمن القومي الأردني، وإذا هجر فلسطيني الشمال إلى لبنان سيتأثر الأمن اللبناني. يعني نحن نتحدث عن أمن قومي عربي مهدد بأي لحظة. نحن نجد أن الكيان الصهيوني يتصرف كما قال نتنياهو عندما قال لجميع الحكام العرب إذا أردتم أن تحافظوا على عروشكم فاخرسوا. يعني إذا نحن نعرف أن هذه الأنظمة هي متحالفة مع هذا الكيان الصهيوني، إذا كان كل هذا الدم الفلسطيني لم يحرك العرب ولم يحرك المسلمين، أنا لا أعرف ماذا يحركهم. يعني نحن لاحظنا عندما حرق المصحف الكريم في السويد خرجت التظاهرات بمئات الآلاف، والجميع طالب بمقاطعة السويد وطالب بمعاقبة السويد. أما عندما يذبح ويجرح أكثر من 100,000 فلسطيني وتهدم غزة ويباد الشعب الفلسطيني، ولم نسمع أحد يطالب حتى من الشعوب التي تخرج الآن. صحيح هم يقولوا اطردوا السفير أو افتحوا الحدود، ولكن يجب أن يكون هنالك فعل عربي وإسلامي حقيقي من هذه الشعوب. يعني الآن شهر صيام، يعني يبدو أن الجميع لم يقرأ القرآن وما مكتوب في هذه القرآن من قضية الجهاد ونصرة إخوانهم، ليس بالضرورة في فلسطين، في أي مكان. يعني أنا أفهم هذا الموضوع، ولكن على الجميع مسؤوليات. نحن لا نستطيع دائما أن نطالب الغرب بأن يتحمل مسؤوليته عندما نحن لا نستطيع أن نتحمل مسؤوليتنا. وضحت الفكرة. ما زال في الحديث بقية مشاهدين الكرام، وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال الحلقة. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. سريعا سيد مأمون، تغيرات كثيرة ومتلاحقة خارجيا، هناك انفضاض غربي عن الدعم المطلق الأعمى لإسرائيل في حربها على غزة، داخليا هناك خلافات حقيقية داخل مجلس الحرب وحكومة الطوارئ الإسرائيلية، وآخر مظاهرها استقالة جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية. هذه المعطيات كلها هل ما زالت تمنح رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسا أطول في حربه على غزة، أم صار من الناجع الحديث عن بدء الحديث عن تصدعات حكومة الطوارئ ومجلس الحرب ومن ثم تفكك بعد ذلك؟ تريحك، أنا في شغلي. نتنياهو لا يهم كل ذلك، نتنياهو يهمه نتنياهو. حتى لو حرقت إسرائيل ودمرت إسرائيل، قطعت علاقاتها وحاصرها، هذا لا يهم نتنياهو. نتنياهو مريض بجنون العظمة. لكن هل هو يحكم بمفرده في إسرائيل الآن؟ هذه المشكلة. هتلر من أين جاء؟ نظام ديمقراطي. نجح هتلر في السيطرة على النظام، نتنياهو نفس الفكرة، نجح في السيطرة على النظام وأصبح في حالة تخادم مع الذين القادرين على أن يوقفوه. طيب ماذا نفهم من هذا الكلام؟ كالتالي، نتنياهو، خلينا نحكي فكرة نتنياهو الجنون العظمة الموجودة عنده. في أول انتخابات له، في فوزه في عام 1996، لكن باختصار حتى نبقى في موضوع الحلقة. نعم تفضل باختصار. نعم، 96-98 كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في زيارته إلى واشنطن، هذا كلام تحدث به بن كسبيت كاتب في مقال صاحبه في صحيفة معارف، قال أن بيل كلينتون قال بعد اللقاء أنه في بعض الأحيان كنت أشعر وأنا في اللقاء
أن رئيس أكبر وأعظم دولة في العالم هو نتنياهو وليس أنا، لأنه كان نتنياهو يتحدث معه من منطق أنه هو الزعيم، أنه الكبير، أنه يعني جنون العظمة فينا. لكن يعني حسب المحلل بقول هذا كان أمرا مضحكا في وقتها، لكن اليوم الأمر مختلف. نتنياهو يراهن ويغامر بمصير دولة إسرائيل كلها على هواه الشخصي وعلى مزاجه الشخصي. وهذا شيء حسن أم سيء؟ هذا الكارثة، أن شخص يراهن بدولة على مزاجه الشخصي ومصلحته الشخصية. لأن أنت لك كفلسطيني هذا شيء حسن أم سيء؟ نعم، بالنسبة لك كفلسطين نعم. الآن نحن لا نشعر بنتائج هذه الكارثة التي ستحل بإسرائيل إذا ما استمرت هذه الأمور. وأنا أستعيد مرة أخرى كلام ترامب عندما قال في مقابلته في إسرائيل هايوم، أشرتم إليها، أنه طالب إسرائيل بوقف الحرب، وهذا طبعا إشارة إلى إدراكه أن الوضع تغير. هذا كان زمان. اليوم ترامب بتحدث أنه قال قبل 15 عاما كان كل سياسي يتحاول يتحدث عن إسرائيل كان يضع يده على رأسه على مستقبل السياسي، أما اليوم الأمر تغير. نتنياهو يعيش الماضي. يعني أفهم من كلامك ضمنا أن نتنياهو الآن سيزداد شراسة في حربه؟ نعم، مستمر، لن يتراجع. هو تراجع تكتيكيا لكن لن يتراجع مبدئيا. كل شيء يحافظ على منصب وعلى الكرسي سيحافظ عليه. وهذا المشكلة نتنياهو الآن، هذه المشكلة مع نتنياهو. هو الآن كيف يعتاش نتنياهو؟ يعتاش نتنياهو على عاملين أساسيين، عامل يعني ما بعد السياسة، بمعنى أنه تجاوزنا السياسة والمنطق السياسي إلى منطق الغريزة والأيديولوجيا. الغريزة هي غريزة نتنياهو البقاء في السلطة، والغريزة التي تم تحشيد المجتمع الإسرائيلي بشكل جنوني من حالة من التوحش والحب والرغبة في الانتقام. نعم. من الشعب الفلسطيني، وبالتالي نتنياهو يعتاش على هذا المعادلة. الآن الجانب الأيديولوجي هو يتخادم مع الأيديولوجيين، اليهود المتدينين الوطنيين القوميين واليهود المتدينين الحارديين. المتدينين القوميين الذين لديهم مشاريع استيطانية يلبي مطالبهم رغم ذلك بالرغم من الخلافات، من يعني الرفض الدولي لهذا الأمر واحتجاجات الدولية، إلا أن يتخادم معهم. هم يخدموا، يدركوا ضعفه في هذا الوقت، أنه إذا أوقف الحرب فأنا سيشكل لجان تحقيق وبالتالي سيتم الإطاحة به ثم محاسبته على ملفات الفساد السابق. يعني هو عنده مشكلتين، مشكلة السقوط من السلطة والمحاسبة على الملفات الجنائية، وبالتالي وهذا يعقد المشهد الميداني. هذا يعقد المشهد، وبالتالي هو يخادم الجماعة الأيديولوجيين الدينيين بتمرير مشاريعهم وسياساتهم والسيطرة على الدولة، تحويل إسرائيل لدولة دينية أيديولوجية. كذلك مع الحارديم، اليهود المتحاردين الذين يرفضون التجنيد، يخادمهم من أجل أن يمتنعوا عن التجنيد، من رغم أن مؤسسة الجيش تطالب بعشرين ألف عسكري جديد في ظل التهديدات المحلية، الحرب في غزة، الوضع في الضفة الغربية، ومخاطر المواجهة في الشمال. وبالتالي نتنياهو يتصدى، نتنياهو يتحدى أمام العالم، أمام المجتمع العالمي، الإرادة الأمريكية. وهو الآن هو حظه الآن في هذه الفترة أن بجانبين، جانب سيء وجانب إيجابي. نعم. له الجانب الإيجابي له. نعم. أن بايدن هو الموجود، وبايدن هو يقول لا يفتأ أن يكرر أنه صهيوني ومستعد أن يدفع ثمن صهيونيته. لكن مشكلة هذه الصهيونية الآن أصبحت المشكلة أن الإدارة الأمريكية وبايدن أصبح يدركوا أن المسألة ليست مسألة مصير إسرائيل ومصلحة إسرائيل، هي مصير نتنياهو. وبالتالي هم يحاولوا أن يفصلوا ما بين مصلحة نتنياهو ومصلحة دولة إسرائيل، وبالتالي تقوم عملية جراحية في داخل الإدارة الأمريكية، كيف يفصل هذا الأمر ما بين مصير نتنياهو ومصلحته وما بين مصير إسرائيل ومصلحتها. وبالتالي في هذا العام الانتخابي والتداعيات الانتخابية والتغيرات في المحادثة في المجتمع الأمريكي. نعم. تجاه إسرائيل التي عبر عنها ترامب بأنه هناك حاجة لوقف إطلاق النار، هذه المشكلة الموجودة. لكن نتنياهو لا يريد أن يتعايش مع هذا الأمر، يريد أن يبقى نتنياهو هو في السلطة وتحرق يعني هذه النقطة أريد أن أبني عليها لأسأل السيد ماجد في برلين. إذن
نتنياهو هو باق في السلطة، وبحسب ما فهمنا ورأي خبير وباحث في الشأن الإسرائيلي بأن لا توجد هناك آليات داخلية داخل الاحتلال الإسرائيلي لثني نتنياهو عن هذه الحرب، والأمر كذلك. ولدينا متغيرات مثلا خارجية، مجلس الأمن يصوت لوقف الحرب، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو فورا إلى وقف الحرب، مداولات محكمة العدل الدولية بعد، وخصوصا أن أيرلندا انضمت لجنوب أفريقيا في هذه القضية. ما قيمة كل هذه المتغيرات إذا ما كان القرار في الداخل بيد نتنياهو، والرجل يربط مصيره بمصير الاحتلال، بمعنى أنه لن يتراجع في غزة؟ مع الاحترام، نعم، البعد الشخصي في سياسة دولة الاحتلال في نتنياهو بعد مهم أخذه بعين الاعتبار، ولكن دولة الاحتلال ليست دولة ديكتاتورية بالمعنى رجع دولة، في وجهة نظري، دولة الرجل الواحد. هناك ظروف سياسية داخلية في المجتمع الصهيوني المعقد أفرزت أن يأخذ قوة في القرار، ولكن رغبة الذهاب إلى غزة بالمذابح رغبة إجماع دولة الاحتلال بسياسيها بأحزابها بشعبها، نعم، فيعبر عنها بهذا الشكل. اليمين الذي يحكم في دولة الاحتلال هو يمين بأحزاب متعددة، ليس فقط الليكود. فبالتالي نعم، رغبته في أن تنفذ في بعض القرارات، ولكنه يعكس مثل هذا. الآن تتكلم عن جانس، هو عن عضو مجلس الحرب، إذا تنسحب من الحكومة فمعناه تنهار الحكومة، معناه يذهب نتنياهو، ولكنه صامد 174 يوم. هذا معناه رغبة نتنياهو بشكل متقدم، رغبة جانس ورغبة جالنت في هذا الموضوع. الذي يفرق معنا في المعادلة، ما الذي يضغط على حكومة الاحتلال المجتمعة ويجعلها تتراجع بهذا الموضوع ويجعلها تتفكك؟ الآن بين يدي تغيير اعتماد قرار الكنيسة والسماح لليمينيين، نعم، أن الشرقيين أن يهربوا التجنيد في فبالتالي التفاعل الداخلي هو الذي أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تكون، وما يضغط على العامل الداخلي، نعم، جملة عوامل من ضمنها أهلنا وشعبنا في غزة وصمودهم، من ضمنها المجتمع، نعم، العربي وما يحدث فيه، ومن ضمنها، وهون اسمح لي في بنصف دقيقة انتهى الوقت أستاذ ماجد، بنصف دقيقة، أهمية الموضوع ما تفضل به الأخ والزميل عدنان في لوم المجتمع العربي. للأسف عندنا حالة حزبية في العالم العربي مريضة، نعم، فيها حالة مرضية شلل، الشعوب فرادة لا تتحرك، تحتاج إلى قادة مبادرين، نعم، في الميدان. فالحالة الحزبية العربية من المحيط للخليج لا ترقى لمستوى ما يحدث في فلسطين، مركز العالم العربي. طيب، عوامل عديدة، دائما أكرر، أربعة عوامل تساهم، ليس ربما لا نمتلك الوقت الكافي لهذا، أرجو المعذرة سيد ماجد، يعني فكرتك بشكل عام وصلت، لكن أنا مضطر أن أخدم مع السيد عدنان بدقيقة ونصف من فضلك. الآن المجتمع الدولي أكثر ميلا لوقف الحرب، والكيان الاحتلال أكثر تعنتا في مواصلة الحرب، كما لو أننا في عنق الزجاجة، كيف تقرأ مسار الأحداث وكيفية الخروج من عنق الزجاجة؟ تفضل. لو احنا اخذنا المجتمع الغربي، يعني بداية كشفت حرب غزة زيف هذا المجتمع عندما تحدث عن حقوق الانسان والاتفاقيات، ولذلك خرجت الناس لتطالب سياسيها بتغيير مواقفها، ونحن لاحظنا ان هناك تغيير. يعني بعض الدول الاوروبية مثلا البارحة الدنمارك قررت انها توقف ارسال قطع السلاح، رأينا كذلك بعض الدول قررت أن توقف إرسال السلاح. فهناك تغيير في الواقع الغربي، صحيح هو تغيير بطيء، ولكن هي دول ديمقراطية، طيب، وتحسب لشعوبها حساب. ولكن في الجانب الصهيوني، نتنياهو يعتبر أن معركته هي المعركة الأخيرة له، هي قضية رفح. هو يعتبر أنه إذا لم أدخل إلى رفح فأنا لم أنجز أي شيء عسكريا، نعم، وهو لم ينجز أي شيء عسكريا. ولذلك أنا أرى أن طلقته الأخيرة التي سيستخدمها ليقدم انتصارا لشعبه، ألا وهي اجتياح رفح،
رغم أن هناك الكثير من المخاوف من الدول الغربية تحديدا، نعم، وحتى الأمريكان الذين قالوا سنرسل ضباط كبار، طيب، لمناقشة كيفية التخلص من حركة حماس برفح دون إيذاء الناس الموجودين هناك. أظن نتنياهو في مأزق، لم يستطع أن يقدم بعد 174 يوما أي نصر عسكري لشعبه ليقول أنا انتصرت على حركة حماس، والبارحة كانت الصواريخ تطلق من غزة إلى مناطق غلاف غزة. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشأن الإسرائيلي، ومن برلين ماجد الزير الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، ومن ستوكهولم عدنان أبو شقراء الصحفي الفلسطيني. والشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.